مرحبا يا أصدقائي، راح نأخذ فيديو جديد عن كيفية برمجة G02 وG03 للقطع الدائري. مثل ما شايفين هون عندنا بالرسمي عندنا شكل القطر الصغير يبدأ من 15، القطر الكبير هو 55. راح نشوف كيف بدنا نكتب البرنامج على الماكينة. قبل كل شيء قلنا بنكتب اسم البرنامج الذي يبدأ بحرف O كبير ويليه اسم البرنامج المكون من 4 خانات، على سبيل المثال 0 0 مثلا، هذا عندي البرنامج 33. بعدين قلنا الرقم الأسطر N1. السطر اللي بعده يا أصدقائي دائما تكون الصفر خلف تكون خلف المشغولة أو على الظرف. يتم قلنا ننقل الصفر المشغولة إلى أمام المشغولة لسهولة البرمجة. يتم نقل الصفر قلنا عن طريق G54، G55، G56 يكون لغة G53. راح ننقلها بالG54. راح نكتب G54، أي نقلناها من هون لهنيك، تكون برمجة بالماكينة طبعا مشغولة. المقاييس هذول كلهم G21، إدخال بيانات متري مليمتر. هل هي الستاندرد الماكينة بتجي تكون متريك؟ إذا نحن ما عدلناها ما حولناها للبوصة للG20 فهي 21. بعدين G99 مليمتر على الدورة، تغذية مليمتر على الدورة. بعدين عندنا G40 إلغاء تعويض نصف قطر أداة القطع. بعدين عندنا G80 إلغاء الدورات المغلقة سواء كان البرغل أو الثقب أو إلى آخره. بعدين نجي نختار سرعة القطع، هتكون سرعة القطع ثابتة. عندنا G97 الاس خليها 800، اتجاه دوران الظرف خليها مع عقارب الساعة 0.3. بعدين في السطر اللي بعده نقوم بتشغيل سائل التبريد 0.8. هلا القلم هنيك بنقوم عن طريق الامر G28 اليو على محور الاكس 0، الدبليو على محور الزد 0. نحن لما نجيب الى هون على النقطة المرجعية، اذا كان في عنا اي تبديل للاقلام بنكون هيك نحن بعاد عن المشغولة، ما يصير اي تصادم بين القلم مع القلم المشغولة. اختيار اداة القطع T01 01. هلا نحن اخترنا هذول كلياته، القلم هناك، بدنا نجي لهون بالنقطة المرجعية اللي عند هون عند 15، راح نستعمل G00 اكس. البرمجة هون راح يكون بالقطر وليس نصف القطر، اي راح يكون على الشكل التالي G00 اكس 15 0. انا هلا جيت بالاداة القطع وصلت لهون، هون النقطة المرجعية. عندي من هون لهون عندي 20، معناته راح استعمل عندي حركة خطية مستقيمة، راح استعمل G01 على الاكس. انا محلي نحن نستعمل البرمجة المطلقة على الاكس، انا محلي ما اتحرك، لكن راح اتحرك على محور الزيت. اي ما في داعي اكتب الاكس، فيني اكتبه 15 فيني وما اكتبه، نفس الشيء بتجي. راح اكتب الزيت
ناقص، أنا راح أدخل بالمجهول اللي راح أستعمل هو ناقص الإشارة، ناقص 20 راح أعطيه تغذية 0.15. بعدين أنا وصلت لهون، طبعا إشارات من تحت أنا كاتبهم لكن القلم من فوق نحن عم نشتغل. عندي من هون لهون عندي حركة قطعة حركة دائرية، والأر معلوم هي 5، نصف قطرة 5، معناته عندي الاتجاه قلنا من هون من عند الستة عم تطلع إلى عند التسعة، معناته الاتجاه هون عندي راح يكون مع عقارب الساعة. هون راح استعمل اجي 0.2، قلنا نحدد النقاط النهائية أو نقطة الهدف على محور الإكس والزد. الإكس أنا هون عندي 15، راح أطلع فيها 5 من اتجاهين، معناته صار عندي 10، 15 معناته إكس صار 25، إكس 25. الزد 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 أنا فقط دخلت 5، معناته الزد ناقص، قبل عندي 20 و5 صار عندي ناقص 25. بعدين الار قلنا هي 5، والتغذية 0.1 على سبيل المثال. انا جيت دخلت وصلت لهون قطعة دائري، قبل ما يجي القطع الدائري الثاني في بيناتهم 5 مليمتر حركة خطية مستقيمة، يعني راح ارجع استعمل الجي 0.1. النقطة اللي انا بدي اوصلها نحن هلا عند الاكس 25، 5 من فوق 5 من تحت، معناته صار 10 و 25 معناته اكس صار 35. على الزيد انا ما تحركت اي شيء، فقط طلعت لفوق ما شايفين، طلعت لفوق الاف 0.2، راح ناخذ من فوق انا وصلت لهون، في عندي حركة دائرية تانية نصف قطرة معلومة هو 10، حركة دائرية لكن عكس عقارب الساعة، معناته راح استعمل هون الجي 0.3، الجي 0.3، جي 0.3. الإكس نحنا كان عنا 35 وصار عنا 10 من هو فوق وعشرة من تحت 20، معناته الإكس صار 55، الإكس 55، لأن هون عم نأخذ الأبعاد على هيئة القطر وليس نصف القطر. الزيد أنا دخلت فيها، بقيمة 10 من هون لهون راح تكون 10، معناته الزيد عندي الزيد 25 ناقص 25، هون 10 كمان صار عندي ناقص 35، ناقص 35. ان الار هي معلومة، الار 10 والتغذية 0.15. بعدين انا صرت هون عندي معلوم هي 20، فانا الزيت كان عندي الزيت كان عندي ناقص 35، هلا هي حركة خطية مستقيمة، راح استعمل الجي 0.1، الجي 0.1. الإكس نفسها فيني اكتبها فيني ما اكتبها 55،
الزيد ناقص الزيد قبل عندي 35، هون كمان 20، صار عندي ناقص 55. طبعا اعطيها التغذية اف 0.1. انا وصلت لهون، هلا بدي ارجع لعند النقطة المرجعية، وعفوا وصلت لهون، المقاييس كتبته من تحت لكن القلم من فوق، انا وصلت لهون بدي ارجع للنقطة المرجعية، قلنا نستعمل جي 28 اليو 0 على محور الاكس، الدبليو 0 على محور الزيت. بعدين وصل لعند النقطة المرجعية، إيقاف الظرف على الدوران ام 0.5، السطر اللي بعده ام 0.9، إيقاف سائل التبريد، كنا مشغلين سائل التبريد. بعدين ام 30، إيقاف البرنامج. فهذا كانت الجي 2 وجي 3. قلنا نجي من هون، عندنا حركة خطية مستقيمة نستعمل جي 0.1، عندنا قطع دائري وحركة دائرية مع عقارب الساعة نستعمل جي 0.2. بعدين هون عندي حركة خطية مستقيمة للطلاب فوق جي 0.1، بعدين عندي حركة دائرية عكس عقارب الساعة نستعمل جي 0.3، عندي حركة خطية مستقيمة نستعمل جي 0.1، بعدين برجع النقطة المرجعية نستعمل جي 28. وبنهي البرنامج بال ام 30. طبعا احنا استعملنا هون الجي 99 وهو التغذية مليمتر على الدورة، نقلنا الصفر المشغولة من الخلف الى الامام. شغلة تانية، لغينا الدورات المغلقة جي 80 وجي 40. طبعا احنا ما عملنا استعواد نسخ قطر العدة، لو كنا عاملين كنا نستعمل جي 41 جي 42، لكن احنا كتبنا جي 40 يعني احنا لغيناها.